عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى الف الف خير. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم ميلفاي بمذاق اكثر من رائع، احسن من ديال المخابز، وبطريقه بسيطه وسهله، سهله جدا وفي متناول الجميع، يعني المقادير في متناول الجميع. انتم كيف ما كتشوفوا غادي نخلي لكم جميع المراحل، راها سهله، ممكن توجدوها في ربع ساعه، يعني ما تحتاجش لكم بزاف. سمحوا لي على الصوت ديالي شويه، يعني عيانه الصوت ديالي ماشي تلهيه. نتمنى تشاهدوا الفيديو الى الاخر وديروا لايك وما تنساونيش من البارطاج وكم مع المقادير. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هنا عندنا جوج ديال لي سفوليات، جوج باكيات ها هما كيستعملوهم هما يا المملحات. حنا غادي نديرو بهم ميلفاي، راه كتجي رائعه. المهم هنايا هادي راني حليتها، غادي نوريكم الطريقه، راها بسيطه وسهله. ها انتما كيف ما كتشوفوا هاكا مسرحه مطيبه مدلوكه، يعني ميلفاي رائع وفي الدار وطريقه اسهل. المهم هو خصنا يعني نثقبوها مزيان باش ما يتنفخش لينا، ما يجيناش فيه داك التواق، باش ما يخدموه مزيان ما يخسرش لينا. صافي ونكونوا مشعلين الفلام 180 درجه. صافي نمشيو معاه هكايا، الاخرى حتى هي نفس الشيء غادي نديروا ليها، وندوزوا للمقادير الاخرى اللي غادي نستعملوا، الكريم باتيسير وهذا الفوندو اللي غادي نديرو من الفوق. المهم البنات كيف ما كتشوفوا نثقبوها هكا مزيان من الجناب، يعني كامله مزيان باش ما تنفخش لينا وما تجيناش في الخدمه فاش نبغيو نخدموها. بالنسبه لهذا راه انتما البنات خدمتها فوق من الكاغط اللي كتباع فيه، يعني غير فكيتها وخدمتها فوق منه جاهزه. هذا النوع اللي استعملت انا ها هو يا ريتانغولاري، وكاين الدائري اللي بغات ديرها تا يعني دائريه، واللي بغى يديرها هكا مستطيله. بالنسبه اللي كاينين هنا اللي كيتواجدوا في اوروبا، اللي كيتواجدوا في المغرب راهم كاينين في مرجان، ولكن واش كاين يعني الطير ولا كاين هكايا المستطيل ما عرفتش. المهم هي راه كاينه بصراحه، سهله وبسيطه، ويعني شي حاجه كطيب على الايد. بالاخص يعني حنا هنايا في الغربه راه كنتوحشوا الحوايج ديال البلاد، كنبغيوهم وما كنلقاوهمش، وبامكاننا يعني نطيبوها هكا سهله ماهله سريعه، ويعني راه تلوح لينا بزاف، راه ماشي غير تلوح لينا قطعه ولا جوج، يعني راه تلوح لينا بزاف المورصويات. وتبعوا معايا المراحل. هنايا البنات الكريم باتيسير غادي نحتاجوا ليه ثلاثه المعالق ديال كريم باتيسير، اللي ما متوفرش عندنا ممكن تستعمل حتى النشا، ولكن بهذا كتجي يعني كتجي بنينه اكثر. انا كنجيبو معايا من المغرب، وهنايا ثلاثه المعالق ديال السنيده، ممكن ديرو حتى قل. هنا ساشيه ديال الفاني، انا ما غنديرش الحامض وما غاديش ندير البيض لان البيض ما كيعجبنيش. هنايا غادي نستعملو 4 الكيسان ديال الحليب، يعني نص سطرو ديال الحليب غادي نستعملوه. صافي وحتى غادي توجد لينا غادي نزيدو عليها هاد المعالقه ديال الزبده باش ما تجيناش ناشفه بزاف. انا غادي نديرها فوق من البوطه، انا راه عيني ميداني. صافي انا غادي نديرها دابا فوق من البوطه، غادي نخدمها بالفوي باش ما تكورش ليا. هنا كيف ما كتشوفوا البنات صافي هي الكريم باتيسير خدمتها مزيان فوق من البوطه، غادي نديرو عليها هاد شويه ديال الزبده، هاد المعلقه، وانا غنزيد عليها واحد الحاجه عجباتني بزاف، كناكلها في واحد الباتيسري غزال كيديروها بالكراميل. انا بطبيعه الحال ما عرفتش يعني ما سولتهمش، ولكن جربتها من راه في الدار كتجي زوينه.
لا بالنسبه لهاد الكريم هذا. وغادي نضيف عليها الكراميل غير شويه ماشي بزاف باش يعطيها النسمه. هاد الكراميل هذا البنات اللي كيتباع جاهز باش يعطي هذيك النسمه تجي نسمه زوينه ومختلفه. ونخليها حتى تبرد شويه عاد باش نديرو، لانني الا درتو دابا غادي يديرها لي غادي يميها ليا مع السكر صافي. او هذا لاباط ديالنا راه كطيب، وهانتوما يا معايا هانتوما يا شوفوا البنات من بعد يعني درت تقريبا شي معلقه كبيره ولا جوج معلقات ديال الكراميل صافي. وهي غادي نبدا نخدم فيها. انا ما عنديش فلون ديال الكراميل، كل كان عندي غادي نستعملو. هانتوما شوفوا كيتغير ليها اللون ولا اللون يعني جاي للكراميل، وحتى الريحه يعني والنسمه كتجي مختلفه مغايره على العاديه. وهنايا غادي ندوزو للمرحله الثالثه وهي الكلاصاج او الفوندون، كل واحد واش كيسميه. هنا كنستعملو جوج ديال الساشيات يعني 125 غرام على جوج المرات، بحال 250 غرام ديال السكر ثقيله البنات. الى بغيتوها تنجح معاكم استعملوا السكر يكون ممتاز، اما السكر طحنوه في الدار ما غاديش يخرج لكم حيت ماشي سبيسيال. بحال هكا ها هو دابا غادي شويه غادي يذوب لينا ما غاديش يبقى يعني باين كثير صافي. هنا انا غادي نستعمل الكراميل نيسلي، سمحوا لي البنات غادي نستعمل نيسلي اولا لاتي كوندنساتور البنات. البنات اللي كيتواجدوا هنا راه تلقاو في الكوناد راه موجود في السوبر مارشي في لاوشان يعني فين ما مشيتو كتلقاو يا اما الحك يا اما هذا. انا هذا كيعجبني عملي يعني كتستعملو وتعاود تستعملو مره اخرى. غادي ندير منه تقريبا جوج معالق كبار. وهنايا عندي عصير ديال الحامض غادي تاهو نستعملو منه صافي. وغادي نبقاو نخدمو هكا حتى يتخدم لينا مزيان. نقدر نحتاج يعني نزيد شويه ديال الحامض فعلا خصني نزيد صافي. كتبقاو تخدموا البنات يعني ما تكبوش كلشي في خطره واحده، حيت الا احتاجيتو تقدروا تعاودوا تزيدوا، اما اذا كثرتوه وجاكم جاري ما غاديش يخدم ليكم هذاك الكلاصاج، ما غاديش تقدروا كاع تخدموا به، يكون ما قاصحش بزاف وما جاريش بزاف. يعني انا استعملت جوج معالق ديال نيسلي نيسلي البنات للتذكير فقط، يعني اللي بغيت تستعملو اللي بغات شي حاجه يعني بنينه متميزه، اللي يعني ما عندهاش راه ممكن دير غير الماء ودير غير السكر ثقيل والحامض فقط. وها نتوما كيف ما كتشوفوا بحال هكا يعني باش ما يجينيش جاري ويسيح فوق منها، نحطوه يبقى عاقد. ها نتوما كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو هكا صافي. انا راه طابت كريم باتيسير موجود، غادي نوجد غير الشكلاط. الشكلاط غادي نديرو به الخطوط صافي. هنايا هاهي طابت لينا كيف ما كتشوفوها. انا غادي ندير هنايا الكريم باتيسير او الكريم كراميل، راني زدت عليه حتى الكراميل، شوفوا كي ولا اللون صافي. غنفرحها فوق منها بهذا الشكل ليسي اللي بغات تخدمها في بلاطو نيشان اللي غتقدم فيه تخدمها، اللي بغات تخدمها في الطاوله ومن بعد عاد باش تديرها ماشي مشكل. الكريم باتيسير البنات نصيحه تصايبوه حتى توجد لكم باش ما يتكورش لكم الكلاصاج من الفوق. نعاود نخلطه الى لقيتو شرب يعني بزاف. انا كنصحكم يعني اي حاجه كتوجدوا كل مرحله بالوقت ديالها، ما تحاولوش انكم تزربوا وتوجدوا ومن بعد تسناو حتى طيب، لان غادي كلشي يخسر ليكم.
لا الكريم باتيسيير ولا حتى الكلاصاج حتى هو راه كيتجمد كيشرب البنات. صافي غنسرحوه عليها كامل هكا راه كتجي رائعه في مذاق البنات. الشكل راه كتحاول انها تخرج لكم في الشكل بحال بحال، ولكن المذاق راه ما نضغطوش عليه راه كتجي بنينه. المحبين ميلفايه انا بعدا كنا من عندي قصاص مع الميلفاي. فاش كنت وحمه البنات راه كنت كنحماق عليها وما لقيتهاش، وصيت عليها مشيت ليها حتى لواحد المدينه هنايا البنات اللي في ايطاليا عرفوها، مشيت حتى لفورلي وما لقيتهاش وعرفت يبقى فيا الحال. وصيفطت عليها بابا، وصيت عليها راجل خالتي مسكين الله يجازيه بالخير، صيفطها ليا مع ام الكار، صيفط ليا كرتونها ولكن ما عجبتنيش حيت ميل فايدة برا غيروها داروا فيه هذاك الكريم شانتي شي حاجه بحال هكايا، ما جاتنيش بحال ديك اللي كناخذو من المخبازات. ايوا صافي بقات عزيزه عليا، وسبحان الله عزيزه حتى على بنتي اللي كنت كنتوحم بها وعزيزه عليهم كاملين. وفين ما كترشق لينا هكا كنتوحشوها ضروري ما كنديروها. كيف ما كتشوفوا البنات انايا درت هنايا الشكلاط، غندوزو عليها بهذا الشكل هذا خطوط هكا. نرجعو دابا للبلاصه اللي باقي يعني خصنا فيها هكا شي خر بحال هادي هكا. الشكلاط راه كنديرو غير جوج يعني جوج ولا ثلاثه هكا دوك صغيورين قرطه البنات ولالا صافي. وهنايا عندنا الكيربون ديال السنان البنات ديال الشوا ولا ديال السنان اللي بغيتو تستعملو صافي. وكنبداو نجرب في هاد الخطوط بحال هكايا وباتجاه المعاكس بحال هكايا، نفس الشيء بحال هكا بحال هكا حتى كنكملوها صافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا يعني كتبقاو الخطوط كتجيبوهم ديما بهاد الشكل وكتردهم بهاد الشكل، راه ساهله في الزينه البنات. دابا غادي تجي نخليوها حتى تجمد شويه تبرد وغادي نقطع نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها انتمايا الشكل النهائي البنات، شوفوا كيف تجي باقا ما قطعتهاش، قطعت لها غير الجناب ديالها هكا. كتجي زوينه وكتجي يعني فريزكا، ماشي بحال اللي كتاخذو من باتيسري كتبات وتعاود كتكون ما مقرمشاش، ما كتلقاوش في هذاك القرمشه، هذه كتجي مقرمشه راه عاد وليداتي حماقوا عليها. صافي انا دابا غادي نقطعها ونديرها في الثلاجه تبرد شويه صافي ونحطها للوليدات. صافي البنات انا دابا بديت كنقطع فيها، ها هي قطعتها بهذا الشكل هذا، قطعتها على خمسه د المرسوات بمعنى غتجيب لي 10 ديال 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 المرسوات هكا. يعني نحاولوا فاش نكونوا نقطعوا البنات نتكايفوا الموس باش ما يديرش لينا، نحاولوا اننا نمسحوه صافي ونبقاو معاه هكا بهذا الشكل صافي. نعاودوا حتى هو نفس الشيء نمسحوه باش ما توسخش لينا يعني الطرف الاخر اللي غادي نبداو. وهي يا موجوده 10 القطع زوينه جاهزه. ها انتما كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا كتجي، ها انتما هذا الشكل. قوموا جربوها ونكون يعني شرحت لكم جميع المراحل مزيان. إلى اللقاء فيديو قادم إن شاء الله.